فاجأ فريد XCX متابعينه بخبر عمله على أغنية جديدة رح تنزل اليوم على الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، واللي رح تكون بعنوان Lost Soul، ورح تكون عبارة عن أوديو فقط، يعني بدون فيديو كليب، ومضمونها حيكون عن الاكتئاب، واللي حكى فيها فريد عن تجربته الخاصة مع الاكتئاب. أما رضا الوهابي فغادر بدبي مبارحة من بعد بقائه هناك لأكثر من شهر، وشارك فلوج العودة على قناته على يوتيوب. أما هيلا تي في وأخيرا ومن بعد ما حمستنا لعودتها بعدة ستوريهات على انستغرام، شاركت فيديو العودة واللي حكت فيه عن سبب تركها لليوتيوب بكل هالفترة وكيف قررت العودة، وحمست شلة هيلا لما هو قادم على قناتها من مفاجآت. ومع أنه هيلا أجابت على كل أسئلة المتابعين عن سبب غيابها بفيديو قصير، إلا أنها لم تذكر حقيقة زواجها، فقبل سنة اتسربت مقاطع وصور على يوتيوب من حفلة زفاف هيلا، فشو رأيكم بهالموضوع؟ وبالحديث عن الزواج ففاجأ دايلر المتابعين على انستغرام بنشره لهذه الصورة وعلق بي الله يتمم على الخير هالمرة من جد. فالمتابعين وحسب تحليلاتهم فدايلر خطب الإعلامية السعودية سارلين أحمد، واللي ظهرت معه بفيديو من فيديوهاته الأخيرة على يوتيوب. أما عبدالله من سعودي ريبورترز ومن بعد انتشار خبر مرضه وإجراء العملية جراحية خطيرة، شارك بوست على انستغرام من المستشفى وعلق بي حابب أشكركم من كل قلبي على كل شيء، قاعد أمر في أصعب وأخوف مرحلة في حياتي، لكن حنصبر لأن هذا الوقت سيمضي بإذن الله، وأبدا ما تنسوا الله ما خلقنا عشان يعذبنا، الله يشفيه ويعافيه ويقومه بسلامة، دعواتكم لأخونا عبد الله. من بعد الخلاف اللي صار بين نور ستارز ونارين بيوتي مؤخرا، هل هو غيث مروان اليوم يحذف في عدة يوتيوبرز من قائمة الإضافات على انستغرام، اللي من بينهم أحمد النشيط ونارين بيوتي، حيث ذكر البعض أن نارين عاملة بلوك لغيث مروان، وما زالت الأسباب لحد اليوم غير معروفة، فشو رأيكم أنتو بالموضوع؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.